السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم ميرفت الحطاب، وإن شاء الله هشرح درس المقسمات الهندسية المقرر على طلاب الصف الثاني الابتدائي ومفيد للسنين اللي بعد كده إن شاء الله تعالى. النهاردة هشرح الدرس بفكرة تناسب عقل وسن الطفل. الشرح هيكون طويل شوية، ولكن اللي هيستفيده الطفل من شرح الفيديوهات دي هيكمل معاه في السنين اللي بعد كده إن شاء الله، لأن طبعا الكل عارف إن الهندسة واحدة، حتى هي كل الشغل اللي عليها وحدة بس، واحدة في الكتاب، ولكن بتبني عليها السنين اللي بعد كده، لأن كل سنة بيزود معلومة عن المعلومة اللي أخدها قبل كده. ده شكل الأشكال الهندسية والمقسمات الهندسية. مبدئيا كده لازم الطفل يكون عارف كويس قوي ان في فرق عندي بين حاجة اسمها الشكل الهندسي وفي حاجة اسمها المجسم الهندسي. ايه الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي؟ هما الاثنين يعتبروا شكل بعض. هقول له ان الصورة الجاية هي اللي هتوضح لي دي، وهرجع للدرس هنا تاني. هقول له الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي زي ما تيجي تبص لنفسك في المراية بالظبط. طبعا ده طفل صغير يبص لنفسه في المراية وهنا بيشوف صورة، أو لما تيجي تتصور هل الصورة بتاعتك هي نفس الإنسان أو نفسك أنت وأنت واقف قدامي كده؟ طبعا هيقول لي لا، أنا بتحرك وبمشي وبتكلم، لكن الصورة بتاخد الوش بس أو الشكل الخارجي بس، تمام كده؟ فهو المراية أو الفكرة في ان انا اوضح للطفل الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي. المجسم الهندسي زي الانسان بالظبط او زي الحاجة على الواقع، اقدر امسكها واتعامل معاها، لكن الشكل الهندسي دوت وجه واحد بس بيظهر لي، ما بقاش شايف غيره، زي الصورة اللي بتظهر لي في المراية. الصورة دي ما بتتكلمش وما بتعملش حاجة، المراية بتوريني نفسي، ولكن في من جهة واحدة بس، تمام كده؟ لكن المجسم هو الإنسان اللي بيتفرج على نفسه في المراية، وده الفرق بين المجسم والشكل الهندسي. قلنا هنرجع لهنا تاني علشان نلخص المشاكل اللي ظهرت قدام الولاد وإزاي بيختلف فهم الحاجة المعلومة من مكان لمكان. إن شاء الله المعلومة هنا ثابتة وهتقدر تطبق عليها كل المسائل، بس ركز معايا. هنقول بسم الله، أنا عندي دي حاجة اسمها الأشكال الهندسية ودي حاجة اسمها المجسمات الهندسية. زي ما قلنا إن الشكل هو الصورة، فده شكل مثلث، وده شكل دايرة، وده شكل مربع، وده شكل مستطيل، وفي أشكال تانية، بس اللي أنا محتاجاهم في الدروس لحد سنة تانية ابتدائي هتكون هي الأشكال اللي أنا بتكلم عليها هنا. المثلث ده وجه واحد بس، شكل واحد بس، دي النسخة أو الصورة اللي بتظهر لي لما أشوف المجسم. إزاي؟ دي صورة دي ده جزء من المجسم وده المجسم. المجسم بيبقى عدد من الأشكال متجمعة مع بعض بتطلع لي الحاجة اللي أقدر أمسكها وأتعامل معاها. مثلا لما أجي أشوف مثلا مثلث، شكل المثلث كده على الورق، وأشوف مثلا شكل قطعة الجبنة المثلثات، طبعا الجبنة أنا بمسكها بإيدي بحركها وبتعامل معاها، لكن المثلث ده هو الشكل. شكلها ايه او صورتها اللي بتيجي في ذهني اول ما ابص عليها بتديني شكل المثلث. مثلا البطيخة بتديني شكل الدائرة، تمام كده؟ المربع مثلا لو بتعامل مع صندوق او اي حاجة، مثلا بتعامل مع اللي هو المستطيل، بشوف شكل المستطيل. الشكل انا بشوفه بعناية بس زي الصورة، لكن المجسم بمسكه بايدي وبقدر اتعامل معاه زي الالعاب اللي بنلعبها. استحالة الالعاب دي هتبقى عبارة عن مثلث او دايرة، لا، هي بتاخد شكل المثلث او وجه واحد بس بيديني الشكل ده، بدليل ان في اشكال مجمعه اكتر من شكل هندسي. يعني مثلا هنا المخروط مديني مثلث والقاعده دائره، تمام كده؟ طيب انا عشان افهم الطفل الحاجات اللي قدامي دي هفهمها له ازاي؟ اول حاجه هقول له ان ده مثلث ودي دايره وده مربع وده مستطيل، دي اشكال هندسيه، الصوره اللي بتطلع لي لما اشوف نفسي في المرايه. طب ايه الشخص او المجسم او الحاجه الملموسه اللي بقدر اتعامل معاها؟ هي المجسمات اللي هي المخروط والاسطوانه والكره و
وهنا متوازي المستطيلات وهنا المكعب وهنا بقى الأشكال الهندسية بتاعت الهرم، الهرم الثلاثي والهرم الرباعي وكده، ولكن بيختلف تحديدها عندي باختلاف القاعدة بتاعتها. هنا القاعدة مربعة، تمام كده. الشكل الهندسي هو جزء من المجسم الهندسي، يعني المثلث ده الجزء الأعلى من المخروط، واللي تحت الدائرة. هنا الأسطوانة أنا عندي هنا قطعتين مستقيمتين، وهنا دايرة وهنا دايرة، تمام كده. طيب إيه بقى اللي أنا كاتباه ده؟ الحرف والرأس والقاعدة. أول حاجة الرأس ده بيبقى عامل زي سن الإبرة كده، تمام كده. هنشتغل بقى على المجسمات. احنا قلنا دي ان الصور دي اشكال بتاخد وجه واحد بس، لكن المجسمات بتاخد اكتر من وجه. ده سن الإبرة اللي بيتفرع منه اللي انا بقدر ادخل فيه الخيط عشان يديني شكل الإبرة بالخيط، تمام كده. فانا هشبهها كده للطفل، هقول له ان ده السن بتاعها، الرأس ده هو السن. يبقى عندي الرأس يعني ايه؟ ده السن اللي بقدر افرع منه الأضلاع بعد كده، او الاتجاهات اللي انا محتاجاها. الحرف ده هو الضلع، ده الحرف الطويل اللي انا بقيسه، ده اسمه حرف. طب ايه القاعده دي؟ الحاجه اللي بيقعد عليها المجسم، لانه طبعا لو ملوش قاعده مش هيقعد او مش هيثبت، تمام كده. وهنيجي نعرف الفروق بعد كده ان شاء الله. الدرس ده لو الناس ركزت فيه ان شاء الله مش هتحتاج اي حاجه، لان انا شغال عليه بقالي فتره، فان شاء الله مجمع كل المعلومات اللي هتحتاجوها، وهقسمها برضو لاجزاء علشان الناس ترجع لها تاني ان شاء الله. قلنا الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي ان الشكل الهندسي ده الصورة بس، لكن المجسم دي الحاجة اللي بلمسها وبقدر اتعامل معاها. هنا صاحبنا عمر لو فاكرين وجه وساعدنا في مسائل الطرح والطرح بالاسلاف، والنهارده هو هيكلمنا. وطبعا انا عامله الرسمه دي تشجيع للولاد، الطفل اللي بيفهم بعينيه وللطفل اللي بيسمع بودانه الكلام هنا، وكذاب اللهجه الفصحى عشان لو في حد حابب يعزز اللهجه الفصحى او الكلام باللغه العربيه عند الولاد، يبقى اديب بيسمع حساب او رياضيات وهندسه، وبرضه بيسمع لغه عربيه سليمه وصحيحه وحوار، والقصه تاليفي كلها علشان اقدر اوصل المعلومه بشكل افضل للولاد. هنا عمر هيقول لنا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم اصدقائي، اود ان اعرفكم بنفسي، انا اسمي عمر، طالب بالصف الثاني الابتدائي، احب اللعب بالكره جدا، لعبتي المفضله هي كره القدم. الكلام اللي بيقوله عمر ده عبارة عن ايه؟ عمر بيقول لنا اهلا وسهلا بيك، وانا اسمي عمر وبعرفكم بنفسي، وانا زيكم سنة تانية ابتدائي، وفي حاجة حلوة انا بحب اعملها اللي هي ايه؟ ان انا بلعب بالكرة اللي هي كرة القدم، تمام كده. كرة القدم لو واخدين بالكم، طيب، وهو بيحبها جدا وهي لعبته المفضلة. عمر بقى شاطر وذكي وبيعرف يستفيد من الحاجات اللي بيتعلمها في سنة تانية ابتدائي. عمر هيعمل ايه؟ عمر هيقول لنا تذكرني كرة القدم بمجسم الكرة الرياضية، فالكرة ليس لها رؤوس ولا أحرف ولا قاعدة. يبقى عمر بيعرفنا معلومات عن الكرة اللي هو بيحبها وبيحب يلعب بيها. بيقول ان الكرة دي شكلها شبه ايه؟ الكرة اللي هو بيلعب بيها دي زي الكرة اللي في المجسم الهندسي، يبقى دي حاجة بيمسكها وبيلعب معاها وبيتعامل معاها، تمام كده. هي شكلها مدورة شبه الدائرة، تمام كده، بس ملهاش رؤوس، يعني ملهاش زوايا اقدر اخد منها حاجة تانية، ولا ليها احرف، ملهاش قطعة في الجناب زي الاسوان والحاجات دي، ولا ليها قاعدة، يعني ملهاش حاجة ثابتة، يعني لو وقفتها على اي اتجاه ممكن تقف، ممكن تتدحرج وتجري. هي دي الكرة، تمام كده. هشرح حاجة تانية كمان ان شاء الله. عمر برضو هيجي يقول لنا معلومة جميلة عنه، عن حياته في القصة بتاعته. بيقول ايه؟ ابتعد عن هذه المشروبات فهي ضارة بالصحة، هكذا قال لي الطبيب ونصحني ان اشرب الحليب. عمر بيقدم لنا المعلومة بشكل حلو جدا، تعالوا نشوف بيقول لنا ايه. بيقول ما تشربش الحاجات دي علشان هي ضارة جدا بالصحة، والطبيب قال له كده. طب يا عمر هتعمل ايه؟ هيشرب الحليب. تعالوا ناخد بالنا من الشكل بتاع الزجاجات دي، شكل العلب بتاعة البيبسي شكلها شكل الاسطوانة. طيب الاسطوانة دي بتبقى عاملة ازاي؟ الاسطوانة دي بتبقى ليها ايه؟ قاعدة من فوق وقاعدة من تحت، الاتنين على شكل دايرة، وبيبقى ليها قطعتين مستقيمتين بيبقوا ماسكينها. هي دي شكل الاسطوانة اللي احنا بندرسها في المجسمات الهندسية، تمام كده. شكلها شكل الكوباية وشكل زجاجة الحليب وشكل علبة الحليب. طبعا دي مش دعاية ولا حاجة، ولكن انا بس بحاول اقرب المعلومة للطفل.
عمر شاطر ونشيط وقوي وبيشرب الحليب وبيتعلم كمان. هنا بيقول لنا ايه بقى؟ تذكرني تلك العبوات بشكل الاسطوانة، لها قاعدتان وليس لها وجوه او حروف. يبقى الاسطوانة ايه؟ ده شكل الاسطوانة، تمام كده، اللي هو بياخدها في الهندسة، ليها قاعدتين، قاعدة من فوق وقاعدة من تحت، تمام كده، وملهاش رؤوس وملهاش وجوه وملهاش حروف، تمام كده. طيب كل قاعدة على شكل دائرة، يبقى القاعدة بتاعتي شكلها ازاي في الأسطوانة؟ على شكل ايه؟ دائرة، دائرة فوق ودائرة تحت، ولا في حروف ولا في رؤوس ولا في وجوه، تمام كده. طيب هي دي فكرة مسائل الحساب والرياضيات بتاعت الهندسة. وانا كده قلت شكلين، قلت الكرة وقلت الاسطوانة. الكرة دي ملهاش رؤوس وملهاش وجوه وملهاش قاعدة، وشبهناها بالكرة اللي عمر بيلعب بيها، وقلنا ان هي شكلها مدور زي البطيخة مثلا والبرتقانة والحاجات دي. وجينا بقى اتكلمنا عن الحاجة التانية، عن الأسطوانة بشكل الهندسي التاني، وقلنا انه هو ليه قاعدة من فوق وقاعدة من تحت، بس ملوش حروف وملوش وجوه وملوش طبعا رؤوس، لان الرأس ده بيبقى حاجة مدببة وبخرج منها الزوايا. يبقى كده احنا عمر كده قال لنا شكلين. لو حابين تتابعوا عمر وتعرفوا باقي الاشكال بالتفصيل تابعوني، علشان ان شاء الله ننزل باقي شرح دروس الهندسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.